أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من الإخبارية السورية. ساعة من الزمن نخصصها لرصد آخر التطورات الميدانية والسياسية ومناقشتها مع عدد من المحللين والباحثين. نبدأ هذه التغطية من الميدان وآخر التطورات في حلب. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. ضمن عمليات الجيش المستمرة في ضرب أوكار التنظيمات الإرهابية، فرضت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على عدد من كتل الأبنية في منطقة الليرمون بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية. تم السيطرة على البناء رقم 4 والانتقال والسيطرة على البناء رقم 5، وخاصة البناء رقم 5 الذي يعتبر عقدة وصل ما بين المسلحين وخطوط إمداد لهم ما بين الانتقال من منطقة إلى أخرى في الليرمون. والحمد لله تم السيطرة عليهم والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الذخائر والعبوات وبعض الأسلحة، وتمت العملية دون خسائر. دخول إلى هذا البناء والبناء المجاور مصادرة عدد من الأسلحة والذخائر التي كانت تستخدم لضرب المدنيين، منها مدافع جرار غاز، مدافع جهنم، وعدد كبير من مدافع الهواء 120 والهاونات المتنوعة، بالإضافة لمزيد من الذخائر الثقيلة من رشاشات المنطاق والرشاشات الخفيفة من البنادق والآليات. كما تمت مصادرة مشفى ميداني يوجد بها عدد من الحبوب المهلوسة الخارجية الصنع التي كان يستخدمها الإرهابيون. كما سيطرت وحدات من الجيش على عدد من كتل الأبنية في منطقة الليرمون بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية، أسفرت الاشتباكات فيها عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير ما بحوزتهم من ذخيرة وعتاد حربي، ولاحقت فلولهم ومن تبقى منهم في. ولمعرفة المزيد عن آخر التطورات في حلب ينضم إلينا مباشرة مراسل الإخبارية وليد هناي. إليك وليد. نعم، يا تحية لك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. البداية من محور الشمال وبالتحديد مخيم حندرات. هنالك منذ صباح اليوم دك مدفعي عنيف من قبل أبطال الجيش العربي السوري وسلاح جو كان له عدة غارات على مواقع انتشار المسلحين في ظل تقدم وحدات المشاة على هذا المخيم بالتحديد، وذلك بعد عدة عمليات قامت بها وحدات الجيش العربي السوري خلال الفترة الماضية بالسيطرة على نقطة تل المريع وأيضا تلة صبحة من نقطة مزارع الملاح الجنوبية باتجاه تلك التلال التي بأهميتها الاستراتيجية هي مشرفة على مخيم حندرات، وأيضا هي مشرفة على معامل الشقيف، وصولا إلى محور الشمال بالتحديد. على العموم العمليات مستمرة والاشتباكات هي تأتي حتى اللحظات السابقة بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة في محاولة من أبطال الجيش للتقدم والسيطرة على مخيم حندرات. هذا العمل يأتي من قبل أبطال الجيش العربي السوري إياد ضمن عمليات مكثفة خاضتها وحدات الجيش العربي السوري، وتقدمت وسيطرت على معامل الكولونيز بفئاتها الخمسة ومعامل مكي وحمود في منطقة الليرمون، لتفصل وحدات الجيش العربي السوري معملين فقط بالدوار الليرمون، بينما العمليات كانت مكثفة على منطقة ظهرة عبد ربه أو قرية عبد ربه إن صح التعبير، التي بأهميتها الاستراتيجية هي تؤمن أكثر لمشاة الجيش بالتوجه إلى دوار الليرمون، وأيضا تكون لها أهمية بإشرافها على مناطق حريتان وحيان وصولا إلى نقطة كفر حمراء وأيضا ياقد العدس ونقطة مصانع الليرمون وجمعية الزهراء. ظهرة عبد ربه لها أهمية كبيرة خلال الأيام القادمة، ستشهد أيضا هي الأخرى عمليات من قبل أبطال الجيش العربي السوري، لا سيما عبدو بأن عمليات الاستهدافات هي مكثفة أيضا عليها من قبل سلاح الجو في الجيش العربي السوري. اليوم نتحدث عن عمليات الجيش العربي السوري وعمليات الاستنزاف التي تحصل عبر تجزئة المناطق من قبل أبطال الجيش ومحاصرتها، بالتحديد منطقة بني زيد وأيضا المناطق المحيطة بها، ومحاصرة المسلحين في المناطق الشرقية هي تشكل جزءا من استنزاف المسلحين، وأيضا هي تشكل استماتة لهم، وأيضا
تقوم مساعي من قبلهم في استرداد النقاط التي خسروها، ولكن هطال الجيش العربي السوري هي متواجدة وتتصدى لكل تلك المحاولات التي تباء بها الفشل. بحسب تنسيقيات المسلحين اليوم إياد، هنالك مقتل أكثر من 25 مسلحا، لترتفع حصيلة قتل المسلحين لتصل إلى أكثر من 47 مسلحا خلال 48 ساعة الماضية. هذا عدد القتلى يأتي في ظل التقدم الكبير لأبطال الجيش العربي السوري، لا سيما بأن بدأت عمليات الجيش في محور الريف الجنوبي واستهداف معاقل المسلحين في منطقة زيتان. وبحسب المصادر العسكرية بأن هنالك عدد من قتلى المسلحين عبر استهداف تجمعاتهم بسلاح الجو والمدفعية. نعم إياد، أشكرك كل الشكر مراسل الإخبارية السورية وليد هناي، شكرا لك. ينضم إلينا في هذه التغطية دكتور نزيه عودي الباحث السياسي معي عبر خدمة السكايب من كييف، وأيضا عبر الهاتف العميد المتقاعد علي مقصود الخبير العسكري من دمشق. أهلا بكم ضيفي في هذه التغطية. أهلا بكم، حياك الله. وأبدأ معك دكتور، أو عفوا سيادة العميد، حتى نقرأ الواقع ميداني ونسقطه سياسيا عند الدكتور نزيه. قراءتك للواقع الميداني اليوم في حلب سيادة العميد؟ في الحقيقة قراءتي للوضع الميداني في مدينة حلب ومحيط مدينة حلب هو أن الجيش رسم خارطة الانتصار ممزقا خارطة الإرهاب في كل الزوايا، وبشكل خاص في الزاوية الشمالية التي أيضا بدأ يستكملها في الزاوية الجنوبية بتوجيه ضربات نارية مدمرة على مواقع المسلحين في زيتان ومحيط خلطة. لا شك بأن التقدم والإنجاز الكبير الذي حققه الجيش على محور الخالدية الليرمون، والتي أدت إلى بسط السيطرة بشكل كامل على كل النقاط والمواقع إن كانت معامل أو تلال أو غير ذلك، وكان آخرها السيطرة على معملي حمود ومكي وسلامي أيضا. قبل أن يسيطر على معمل حمود سيطر على معمل سلامي ومن ثم مكي. هذه الإنجازات وضعت الجيش بشكل كامل على دوار الليرمون مسيطرا على ثلاثة محاور: الطريق القادم من منطقة المعامل بمحيط حندرات، وأيضا الطريق القادم من جمعية الزهراء ظهرة عبد ربه باتجاه مستديرة الجندوس، وأيضا طريق الليرمون الخالدية، حيث بسط الجيش سيطرته على كل المعامل والمحارج. وكان هناك أيضا محاولة للمجموعات المسلحة لإحداث ثغرة وكوة في الطوق، وخاصة في محيط طريق الكاستيلو. نعم. من المزارع الغربية للجرف الصخري. ففي الحقيقة حول الجيش هذا الهجوم إلى مقبرة للمجموعات المسلحة. والشيء الهام أن حي بني زيد بدأت المجموعات المسلحة تواجه انهيارا كاملا، لأن الجيش نفذ عملية اقتحام وهجوم من البيوت الغربية بعد أن سيطر على معمل الكولينيز. نعم. وبالتالي وصل إلى حي الأشرفية على الطريق الذاهب من حي بني زيد باتجاه الأشرفية. نعم. هذه الإنجازات في الحقيقة يعني رسمت خارطة في الميدان بإحكام الطوق على كامل مدينة حلب، وبشكل خاص إحكام الطوق على أحياء حلب الشرقية وتقطيع كل خطوط الإمداد. نعم. وبالوقت نفسه تم في الحقيقة إغلاق المعبرين أو المحورين التي يمكن للمجموعات المسلحة أن تتقدم من عندان حيان حريتان، أيضا تم قطع هذا الطريق وتدمير مواقع المجموعات الإرهابية. نعم. لذلك هذه الخارطة الجيش ربما يتوقف بمحيط حي بني زيد والأحياء الشرقية لكي يوظف هذا الإنجاز إلى عملية انهيار واستسلام. نعم. دون اقتحام لهذه الأحياء. طيب. بعد أن بدأت هذه المجموعات فعلا تسلم بمعظمها وتنهار. نعم. ومن يجد له بوابة أو نافذة يفر. نعم. يفر خارج هذه الأحياء. طيب.
سيادة العميد ابقى معي، أتوجه إليك دكتور نزيه. سمعت هذا التحليل الدقيق للميدان وتحديدا في الجبهة الشمالية في حلب، كل ما تفضل به سيادة العميد علي مقصود من تحليل، لاحظنا بأن هناك تقدم سريع للجيش العربي السوري، انهيارات سريعة للتنظيمات الإرهابية، مناطق جديدة يسيطر عليها الجيش العربي السوري، كل هذه الإنجازات وتحديدا جبهة حلب، كيف تؤثر بالعملية السياسية أو ما تأثيرها من الناحية السياسية على ما يجري اليوم في المحافل الدولية من صد ورد عن كيف سيكون شكل جنيف؟ يعني هناك كثير من الاجتماعات تعقد ومباحثات إلى آخره لرسم خارطة لجنيف، ما تأثير حلب اليوم على هذه الخارطة؟ في الحقيقة يعني حلب هي العنوان الرئيسي لصناعة، إن أمكن إن جاز القول، الاستدارات السياسية التي تحصل وستحصل قريبا في المنطقة، ونلاحظ عناوينها موجودة في تركيا، في الساحة الدولية أوروبيا أمريكيا. هذه الاستدارات ما كانت لتكون لولا الإدارة الحكيمة والقوية الاستراتيجية للجيش العربي السوري وحلفائه، وهذا التعاون، هذه الثنائية العظيمة التي سنقدرها ليس الآن ولكن في المستقبل القريب سندرسها، الثنائية الروسية السورية وبقية سوريا بجيشها وشعبها وصمودها، روسيا بجيشها وقواتها ودبلوماسيتها وتنفوذها في العالم، وإضافة إلى إيران ودعمها الاقتصادي ووقوفها إلى جانب الشعب السوري وبقية الحلفاء، المقاومة اللبنانية التي سطرت بالدم يعني أرقى آياتها. هذا ما يحصل اليوم هو تحضير ودفع لهذه الاستدارات والتحولات الكبرى التي ستكون في المنطقة، وما حصل في تركيا مؤخرا هو ليس إلا تعبيرا عن هذا الواقع الذي حصل على الأرض السورية، واقع يقول أن الجيش العربي السوري وحلفائه يتجهون بسرعة كبيرة نحو انتصار على كافة المجموعات الإرهابية، ولا مجال لدول أن تحصل على أي ربح في هذه المنطقة إلا إذا انخرطت في عملية سياسية تساعد على إنهاء الحرب في سوريا وتقضي على الإرهاب نهائيا. هذا ما فهمته الولايات المتحدة الأمريكية قبل الآخرين، هذا ما توصلت إليه تركيا بعد أن خسرت كل أوراقها وربحت حربا داخلية على أرضها وانقسامات أدت إلى هذا الانقلاب الذي تطورت أحداثه في الأيام الأخيرة. إذن الجيش العربي السوري يحدث الانقلابات في المنطقة، يخل التوازين في المنطقة، ويدفع كل القوى الفاعلة على الأرض سياسيا وعسكريا إلى تغيير مواقفها. وأنا لا أستغرب أبدا أن تكون هناك انهيارات كبيرة في المجموعات المسلحة داخل سوريا، وهذه السياسة الصائبة للجيش العربي السوري في حصار المناطق وتركها تتداعى لنفسها لتستسلم، هذا ما سيحصل في الواقع في حلب في إدلب وفي مناطق أخرى، عندما ترى هذه المجاميع الإرهابية أن لا نصير لها ولا مساندة لها في المنطقة ولا في العالم. نعم، ابقى معي دكتور نزيه. سيادة العميد، إلى ماذا تعزو الانهيارات السريعة والتي نلاحظها الآن بصفوف التنظيمات الإرهابية في حلب؟ تحدثت لي قبل قليل عن أن هناك كثير من الانهيارات، تقدم الجيش عم يكون بشكل سريع على محاور مهمة جدا ونقاط مهمة واستراتيجية، ما السبب؟ لا شك بأن سبب هذه الانهيارات في صفوف المسلحين مع التقدم الكبير لرجال الجيش والقوى المؤازرة له، جاءت بسبب يعني عاملين حيويين وأساسيين. العامل الأول أن الجيش عندما بدأ بتنفيذ هذه العملية وضع نصب أعينه المجالات والمواقع الحيوية التي تؤدي بالسيطرة عليها إلى قطع خطوط الإمداد عن المجموعات المسلحة. الأمر الثاني أن هذه العمليات أيضا كانت مباشرة
تؤدي إلى تعزيز النقاط والمواقع التي يسيطر عليها الجيش ويتحرك الجيش باتجاه أهداف أخرى لكي يتم عملية الربط وتشكيل قوس من هذه القوات التي تقيم جدارا بهذا القوس بما يحول دون إمكانية التواصل وتقديم الدعم والمؤازرة من قبل هذا الفصيل أو ذاك لبقية الفصائل. لا. الأمر الآخر أن ورقة الضغط التي كان يستخدمها الإرهابيون كانت من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ولذلك الجيش حرق هذه الأوراق بإحكام الطوق بشكل كامل وتقطيع كل خطوط الإمداد. نعم. لذلك وجدت المجموعات المسلحة نفسها يعني مقطعة الأوصال وأيضا مقطعة الشرايين، وبالتالي انقطاع للتغذية والإمداد بشكل كامل. نعم. مع هذه الخسائر الكبيرة. نعم. وعندما حاولوا وجربوا أن يحدثوا ثغرة ويغيروا هذه المعادلة التي رسمها الجيش، نفذوا 10 أو 11 هجمة مضادة، وكل هذه الهجمات كانت نتيجتها مئات القتلى وانهيار البنية القتالية لكل هذه الفصائل. هذا الانهيار بالبنية القتالية في الحقيقة سبقه انهيار في البنية الإدراكية. نعم. ما أدى إلى انهيارات بصفوف كل المجموعات المسلحة وحالة من الاقتتال فيما بينهم وكيل الاتهامات. طيب. وذهب فصيل أحرار الشام بقادته لأن يعلنوا على الملأ ويخاطب قادتهم وجبهة النصرة بأن استمرارنا في هذه المواجهة ما هو إلا عملية انتحار. هذه الرسالة وصلت إلى كل الفصائل المسلحة، وعندما حاولت الدول المشغلة لها بإعلام الجزيرة والعربية وغير ذلك أن يغطوا على هذه الهزائم لكي يوقفوا هذا الانهيار الكبير، وسائل التواصل الاجتماعي وهي تابعة لهذه المعارضات وهذه الفصائل اكتشفوا هذا الغباء وهذا الكذب، لأنهم بيواجهون كانوا هزائم وخسائر كبيرة. هذا التناقض بالخطاب الإعلامي من قبل الدول المشغلة لهم شربته هذه الفصائل على أنه فعلا انتحار ودفعهم إلى الانتحار ليتخلصوا منه. سيادة العميد، بما أنك تتحدث عن الدول المشغلة، طيب إلى أي حد تتأثر الجبهة الشمالية، إلى أي حد تتأثر المعارك في حلب وسير المعارك هناك بما جرى في تركيا؟ لا شك بأن جانب كبير مما حصل في تركيا والدوافع الحقيقية لهذا الانقلاب هو هذه السياسة واستمرار تركيا في فتح الحدود أمام هذه المجموعات المسلحة بدعمها لوجستيا بالمسلحين بالأسلحة إلى آخره، فهذا كان أهم الدوافع. وتركيا في الحقيقة بدأت بالاستدارة الواضحة والكبيرة لإيقاف فعلا هذا الدعم وإغلاق الحدود والتوجه نحو روسيا لكي تبني جسور عودة العلاقات مع سوريا. أمريكا أنا بتقديري خشيت كثيرا من أن يكون لهذا التحول بعدا آخر على مستوى حلف الأطلسي، أن يتم فعلا انسحاب تركيا وخروج تركيا بسبب الوضع الضعيف الذي وصلت إليه، وبالتالي لم يعد هناك مجالا ومكانا موئلا لإخراج تركيا من هذا المستنقع إلا روسيا التي تعيد العلاقات لها مع سوريا، وبالتالي يكون قد صنع المخرج لتركيا. أنا أقول بأن تداعيات هذا الانقلاب جعل تركيا ضعيفة بشكل كبير، هيبة الجيش مست ومرغت بالتراب، أيضا القيادة التركية أصبحت بموقع ضعيف جدا، لا يمكن لها أن تقدم على فعلا فتح الحدود والمعابر أمام المسلحين بأي شكل من الأشكال. وبالتالي الدولة الوحيدة القادرة على أن تحمي تركيا من تداعيات ارتداد هذا الإرهاب
وهذا الوضع الذي بدأت تعيشه هو سوريا وحلفائها روسيا وإيران. لذلك أنا أقول هذا سيكون رصيدا ويعني موقف قوة وعامل قوة للجيش العربي السوري في هذه اللحظة في هذه المواجهة، أولا بسبب قطع وإغلاق الحدود من قبل تركيا، والأمر الثاني بسبب الحالة التي وصلت إليها المجموعات المسلحة أنه فعلا لم يعد هناك لهم من قوة تدعمهم وبيئة يمكن أن تحتضنهم إذا عادوا إليها. أشكرك كل الشكر العميد المتقاعد علي مقصود الخبير العسكري، كنت معي عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك. ينضم إلينا في هذه التغطية أيضا الدكتور أيهم الأحمر المحلل السياسي من بيروت. مساء الخير دكتور أيهم. أهلا، يعطيكم العافية، تحياتي. حياك الله دكتور أيهم. برأيك دخول أردوغان بصراعاته الداخلية وما تمر به تركيا إلى أي حد يؤثر بالميدان السوري اليوم، وإلى أي حد العامل النفسي لدى التنظيمات الإرهابية المؤتمرة بأمر أردوغان ساهم في انهيارها والوصول إلى الإنجاز الجديد الذي يحققه الجيش العربي السوري في المنطقة الشمالية؟ هو اللي صار بتركيا صراحة بده واحد ينظر للنتائج. إذا نظرنا للنتائج بتبين عنا شو الأهداف. هو تركيا هو ابن المدرسة الوهابية اللي عم بتنفذ الأجندة المرسومة من قبل الرأسمالية والإمبريالية العالمية. هو عم بينفذ هذه الأجندة بدقة وحرفية، وهذا المطلوب منه، لأنه المطلوب هو تحقيق قمة التطرف الوهابي السلفي في المنطقة. وهو خير من يحقق ذلك لحتى يستيقظ في المقابل تطرف يميني فاشي في أوروبا. وهذا الشيء اللي عم يشوفه بالإسلاموفوبيا وإلى آخره. بدأوا هن في المعركة تبعهم في قلعة الصمود والتصدي اللي هي سوريا، اللي هي كانت بعيدة تمام البعد عن كل ما هو مذهبي وطائفي، وكان موجه فيها إذا حبينا نقول النظام والدولة، كانت هي موجهة كل طاقاتها ضد الصهيونية والإمبريالية. صحيح هلا بدنا نقول إنه يسأل سائل إنه هل هي سوريا هي الوحيدة التي كانت تقف درعا في وجه هذه الطغمة الرأسمالية الهاجمة على العالم المتحكمة في العالم؟ يعني خير أن تضيء شمعة من أن تلعن الظلام. يعني أكيد في جانبها القوى، كل القوى الحية في العالم، من كوبا إلى الصين إلى روسيا القائمة الجديدة، إلى أكيد فنزويلا وكل دول التصدي للتحكم الإمبريالي في العالم. فما كان من أردوغان، يعني اليوم لما نحن بنشوف إنه 6000 عنده 6000 شخص محجوب أو أسير صار في معتقلات عنده، من بينهم 2500 طفل. طيب هل كل هول الناس كانوا عارفين إنه في انقلاب وهو الوحيد اللي منه عارف؟ هذا سؤال كبير نتركه للمحللين الأمنيين إنه يبحثونا فيه أكثر وأكثر. طيب ابقى معي. هو ماشي في مشروع السلطنة تبعه، وأكيد الهم الأساس إنه هو ضرب الدولة السورية وما تمثل الدولة السورية من قوة تدعم فيها هذا التحكم الإمبريالي العالم. طيب دكتور أيهم ابقى معي، عود إليك دكتور نزيه. الكثير من المحللين يتحدثون عن أن تركيا أصبحت بعد محاولة الانقلاب عاجزة تماما عن التدخل بشكل مباشر في القضايا الإقليمية وتحديدا في سوريا. إذا كان هذا التحليل صحيح، هل نحن أمام تحول أو منعطف جديد في الأزمة السورية، أم بالعكس ستكون تداعيات ما جرى سلبية على الأزمة في سوريا؟ ما رأيك؟ لا أبدا، يعني أنا أحب أن أصوب ما قلته أخي إياد. تركيا أصبحت غير راغبة في الخوض في القضايا الإقليمية وخاصة في القضية السورية. أصلا ما حصل من هذا الانقلاب في الأيام الأخيرة هو كان مؤشر تماما على صراع قائم بين القيادة التركية
وبين الولايات المتحدة الأمريكية ومن لا يزال حتى اليوم يسعر الصراع في سوريا، أعني المملكة السعودية، قطر وكل الدول التي تدعم الإرهاب في سوريا. في الواقع أنا أوافق مع التحليل الذي طرح قبل هذا من قبل الضيوف، من أن تركيا فعلا بالفعل توجهت إلى تغير هام جدا في سياساتها بتوجهها إلى روسيا، وروسيا لم تكن لتقبل هذا الاعتذار بهذه السرعة لو لم يكن هناك اتفاق تام على خط تصاعدي لهذا التحول التركي. تحول تركيا لم يأتي من الفراغ في الواقع. سياسات تركيا كانت مبنية على أساس أن تركيا ستصبح هي القوة العليا في المنطقة، هي رئيسة هذا التحالف الكبير الذي كان يفترض أن يقوده الإخوان المسلمون، وبالتالي أردوغان كان يحلم فعلا بإعادة إمبراطورية بشكل أو بآخر. الآن هو أصبح على ضفاف أزمة كبيرة داخلية ولم يحصل أي شيء على مستوى المنطقة، وبالتالي ورأى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب به كما تريد، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي غضاضة في تغيير موقفها واتجاهاتها السياسية. سنتحدث عن هذه المواقف. فقط كلمة واحدة. لهذا السبب أنا أقول تركيا غيرت من مواقفها بعدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالعكس الولايات المتحدة الأمريكية كانت لا تريد لتركيا هذا التغيير، وبالتالي ما حصل من انقلاب أنا أرجح أنه ملعوب أمريكيا مدعوم سعوديا قطريا لإعادة تركيا أو لمنع تركيا من التحول إلى الضفة الأخرى. نعم، ابقى معي دكتور نزيه. تقرير عن آخر التطورات في تركيا ونعود لمتابعة هذه التغطية. الجيش التركي المنفذ للانقلاب تحت المجهر الإخواني، وقد قالها أردوغان بأن الجيش سيكون على موعد مع التطهير. هذا يعني بأن تركيا قد باتت في قلب العاصفة، انقسامات في الجيش واشتباكات ستتطور، لا سيما وأن من في الجيش يختلفون عمن في الأمن والشرطة، إذ أن الإخوان والإسلاميين يشكلون النسبة الأكبر منهما، وذلك بتخطيط من أردوغان نفسه. أما الجيش فهو خليط من مكونات المجتمع التركي وتركيا بعد الانقلاب ليست كتركيا بعده. الأمم المتحدة حثت على لسان نائب الأمين العام للمنظمة فرحان حق النظام التركي على عدم العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وكان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أنه سيصادق على إلغاء حظر تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا في حال اتخاذ البرلمان قرارا بهذا الشأن. تصريحات أردوغان التي تفوح منها رائحة الانتقام والحقد على كل من يعارض سياساته التوسعية والاستبدادية قابلها رفض دولي واسع، خاصة لدى شركاء تركيا في الاتحاد الأوروبي الذين تتشاور معهم أنقرة حول انضمامها إلى الاتحاد. وقد دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنقرة في بيان مشترك صدر إلى الالتزام بمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي المحاولة الانقلابية. بدورها أكدت فيديكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية أن أي دولة تطبق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي احتمال استئناف تطبيق عقوبة الإعدام بأمر غير مقبول بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي عموما. وأعرب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بيدرو أغرامونت عن قلقه إزاء مناقشات تجري في تركيا في الأيام الأخيرة حول إعادة عقوبة الإعدام في البلاد. في المقابل رفضت أنقرة الانتقادات الغربية، وذلك على لسان وزير خارجية البلاد مولود شاووش أوغلو الذي ساوى بين انتقاد تعامل تركيا مع المشتبه بتورطهم في الانقلاب ودعم المحاولة الفاشلة التي سعت للإطاحة بالسلطة في البلاد. إذن تطورات كثيرة تشهدها الساحة التركية. دكتور أيهم، هناك من يرى أن محاولة أردوغان إهانة الجيش التركي أمام العالم وأمام عدسات الكاميرات والاستقواء بأنصار من الإخوان وبعض الجماعات المتطرفة قد يفضي إلى انقلاب جديد.
ما رأيك دكتور أيهاب؟ هو في مقولة بتقول إنه كل انقلاب فاشل يليه انقلاب ناجح. نعم. لكن أردوغان هو تسلح في هذا الجيش السري الذي أنشأه، ويبدو أنه هو أنشأه منذ زمن ومش من مش حديث النشوء، ويعتمد به أكثر ما يعتمد على الفكر التوسعي السلفي الذي ورثه عن أسلافه. نعم. حين قتلوا الأرمن والأكراد وما زالوا يزيدون. على فكرة هو في دولتين في العالم اليوم في العصر الحديث، أو إذا أردنا نقول ثلاث دول، هي تركيا التي تبيد الأكراد اليوم بكل روح دافئة، وفي عندك إسرائيل التي تبيد الفلسطينيين، وفي أمريكا الذين أبادوا الهنود الحمر وما زالوا اليوم عم بيقفلوا كل الأفارقة الأمريكان الأصول الأفريقية. فأين حقوق الإنسان من هذا الكلام كله؟ وأين هي هذه المنظمات التي تدعي المجتمع المدني وإلى آخره؟ أردوغان، أنا أحبذ التحليل الذي يقول أنه أردوغان هو مستمر في الحرب على سوريا. والشيء اللي حصل بينه وبين روسيا، لا أريد أن أتسرع في الحكم، لكن أميل إلى القول بأن هذه فترة هو بحاجة إليها ليبتز أكثر الأوروبيين والأمريكان ربما. إنما بين تركيا وروسيا حروب في التاريخ طويلة الأمد. دائما كان هناك تضارب في المصالح. طيب. وتضارب في طبيعة الدولة. طيب دكتور أيهم، تتوقع ردة فعل الجيش التركي بعد كل هذه الإهانات والمعاملة الوحشية التي يتعرض لها ضباط الجيش؟ هي معاملة إذلال ولا تصح حتى في الحروب العالمية والحروب. يعني هناك حين تأثر ضابط يتم التعامل معه بأسلوب يليق في رتبته العسكرية. هون نحن شفنا إذلال، وكأنه هو امتداد لهذه الفوضى الخلاقة التي قالت بها كونداليسا رايس عقب حرب تموز، ونحن نعيش في هذه الأيام ذكرى حرب تموز البطولية في لبنان. نعم. هذه هي نتائج للحرب للفوضى الخلاقة. نعم. التي يريدونها، لا يريدون جيوش كما حصل في العراق، لا يريدون جيوش نظامية كما يحاولون ضرب الجيش السوري في سوريا، ونفس الشيء يريدون فعله في تركيا. فليحكم السلفيون، فليحكم الإخوان، فليحكم من تريدون. نعم. طيب ابقى معي دكتور أيهم. أعود إليك دكتور نزيه، قراءتك دكتور نزيه وتحليلك لهذا الإفراط والقسوة والوحشية التي تمارسها شرطة أردوغان تجاه ضباط الجيش التركي، هل سنشهد ردة فعل من ضباط الجيش؟ هناك إهانات مقصودة أمام عدسات الكاميرات لضباط الجيش التركي. يعني أنا أريد أن أقول بأنه في غياب المعلومات الدقيقة حول ماهية هذا الانقلاب ومن يقف خلفه، نحن نستخدم بكل الأحوال المؤشرات الموجودة على الساحة ونحلل المعطيات الموجودة، وبالتالي يعني أنا أقرب إلى أن أقول بأن أردوغان يعني فعلا كان يريد أن يصنع هذه الاستدارة مع الروس. نعم. ويريد أن ليس حبا بسوريا وليس حبا بشعب سوريا. نعم. لكن لمصلحته الشخصية ولمصلحته حزبه. يعني لأنه يعني أن الطريقة مسدودا. نعم. وبالتالي بهذه الاستدارة يستطيع أن يخفف من خسائره. هذه هي النقطة المفصلية في عملية الانقلاب. الانقلاب أنا برأيي هو من خلفه هم الأمريكان. طيب إذا كانت أمريكا، عفوا دكتور نزيه، إذا كانت أمريكا وأنت مع هذا التحليل أنه أمريكا تقف وراء هذا الانقلاب، كيف تفسر ردة فعل أردوغان؟ آلاف من الضباط معتقلين، مئات من القضاة اعتقلوا وسرحوا، ردة فعل أردوغان يعني وكأنها كانت معدة ومجهزة، في بعض التحليلات تتحدث عنها هكذا بأنها كانت قوائم جاهزة بعد الانقلاب لإلقاء القبض على كل من يعارض أردوغان.
ليس هناك تناقض أبدا بين هذين الأمرين. أردوغان بالطبع لديه قوائم جاهزة ولديه خصوم سياسيون في الجيش وقوات كبار في الجيش، وبالتالي كان جاهزا لهذه العملية. لكن من ناحية أخرى، الحركة التي قام بها أردوغان باتجاه روسيا وباتجاه التحول السياسي كانت لتقربه من الجيش، لأن الجيش العلماني كان يرفض دائما التدخل في سوريا، وبالتالي هو في الوقت نفسه ند لهذه القيادات في الجيش التركي، وفي الوقت ذاته يذهب إليهم بشكل أو بآخر، وبالتالي هو يريد أن يمهد بهذه العملية، يعني استغلال هذا الانقلاب لإسقاط هيبة الجيش، ليكون مفاوضاته مع قياداته لاحقا حول التحول السياسي يكون مركزه أقوى في هذه المماحكات السياسية مع الجيش، وأن لا يعطي هذا الفوز الكبير للجيش بأنه هو الذي استطاع أن يحول تركيا من ضفة إلى أخرى، بل أردوغان نفسه الذي حوله بمساعدة الجيش. وأنا أقول هنا أن في الأفق تلوح مفاجآت كبرى في الأيام القادمة، وذلك بتسريع هذا التحول السياسي لأردوغان، لأن من يقول ألف يجب أن يقول وإلى آخره، وهو سيتدرج بسرعة. والولايات المتحدة الأمريكية في الواقع قيامها بهذا الانقلاب لم تكن ترغب بإزاحة أردوغان، أرادت أن تضعه تحت ضغطها وتحت سيطرتها الكاملة، وأن تستفزه وتأخذ كل ما تريده منه وتعيده إلى جادة الصواب بعد هذه التصريحات وهذه التوجهات نحو التغير السياسي، ومن وراء أمريكا أو من خلفها السعودية وقطر. ولهذا رأينا كيف أن السعودية تأخرت كثيرا بالتنديد بالانقلاب، وهذا مشكوك به كثيرا من ناحية الأتراك. إذن هناك في الحقيقة صورة جيوسياسية ترتسم في المنطقة ربما لا نراها كاملة اليوم، ولكن بوادرها ومؤشراتها ظاهرة للعيان. وأنا أربط هذا كله بما يحصل على الأرض في سوريا، وأقول بأن الجيش العربي السوري سيذهب بأكثر بسلاسة أكبر نحو تحرير المناطق، وربما يكون هناك اتفاقات دولية كبرى لمنع هذه الحرب وإيقافها بشكل يعني بدون حرب، وسحب هذه المجاميع وإيجاد حلول لإفراغ المناطق منها. نعم. طيب دكتور أيهم، تتفق مع ضيفي من كييف الدكتور نزيه بأن أمريكا تقف وراء هذا الانقلاب لمحاولة ثني تركيا عن استدارة ربما في سياستها الخارجية، وأن أمريكا يعني لم تكن تريد يعني الانقلاب على أردوغان أكثر ما هو ضغط على أردوغان وإحكام السيطرة عليه، تتفق مع هذا الرأي؟ هي حتما أمريكا تتحكم بالسياسة التركية كما كل السياسات الباقية، إنما هي من يدير الوهابية العالمية والمدارس الوهابية في العالم، من يسمح لها في التوسع في أوروبا وفي أمريكا، حتى من يسمح لها في التوسع في أوروبا الشرقية حتى هي أمريكا. لكن هي وأردوغان أبدا مش مختلفين، طالما أردوغان هو مع إسرائيل، مع إسرائيل جدا جدا، هو متصالح مع إسرائيل، عم ينفذ كل مطالبها أكيد، هو ينفذ الأجندة ضد الدولة السورية، نعم ينفذ، لكن هي أمريكا شو بدها أحلى من أردوغان، شو بعد يصير أحسن من أردوغان نظام هالقد فاشل، إنما هي ستستفيد منه في لحظة، مثلما استفادوا حين تخلصوا من صدام حسين، استعمل لآخر رمق في حياته، وحين أرادوا شنطوا، يعني أنا أتفق مع هذا الرأي، مش مع رأي أنه هي كان بدها تضغط على أردوغان وإلى آخره، لأنه هناك كثير تحاليل أمنية بتقول أنه من أنقذ هذا الانقلاب في تركيا هي أمريكا. نعم. دكتور نزيه، سمعت ما قال ضيفي الدكتور أيهم، من أنقذ أردوغان من هذا الانقلاب هي أمريكا، إذن لا مصلحة لأمريكا للإطاحة بأردوغان. لا، ليس هناك تناقض، أمريكا هي التي أنقذت أردوغان بكل تأكيد، ولكن هي التي أوقعته، هي التي صنعت هذا الانقلاب نصف انقلاب، وأوحت له بأنها هي من أنقذته، وبالتالي يعني خططت أو نظرت لأن يكون في يدها طيعا كما تريد،
وفي الواقع أن أردوغان يعني حتى لو يعني لم يكن له يد في كل هذه الحركات التي حصلت، فإنه يعلم تماما أن يد أمريكا موجودة، أو على أقل تقدير استطاعت أمريكا أو معلومات أمريكا يعني الاستخباراتية كانت تسمح لها بأن تنبهه إلى هذا الانقلاب، وبالتالي سيكون أردوغان حذرا إلى أقصى الحدود في تعامله الآن مع أمريكا. وبالتالي أنا أجزم بأن أردوغان سيذهب بعيدا في اتفاقاته مع روسيا، وأن روسيا ستستغل هذه الورقة في مفاوضاتها مع أمريكا، وأن يجدوا مخرجا دبلوماسيا موحدا للحل في سوريا. هذا ما سيحصل في الأيام القادمة وسنرى. نعم دكتور أيهم، هل يستدير أردوغان لأمريكا؟ أنا أتمنى أن تصدق تحليلات الصديق. نعم. هو من مصلحة المنطقة. نعم. إذا تصالح جديا أردوغان مع روسيا وكان توجهه في سوريا إيجابي وتوقف تدفق الإرهابيين من تركيا إلى سوريا، أنا نتمنى ذلك لأنه سوف يعود بالخير إلى الجميع. طيب دكتور نزيه، مقتل 2 من عناصر الشرطة التركية في شمال البلاد على يد مسلحين، إلى أي حد اليوم دخلت تركيا في دوامة العنف؟ وهل تتوقع تفاقم الوضع الأمني الداخلي في ظل كل ما تشهده تركيا؟ هل ستكون تركيا أمام أزمة أمنية حقيقية؟ أستاذ إياد، لاحظ معي أن الانقلاب العسكري بغض النظر عن خلفيات هذا الانقلاب الذي حصل، أدى إلى تقسيم الجيش عمليا إلى 3 أجزاء. الجزء الأول هو الجزء الأساسي العلماني الذي كان دائما يدافع عن العلمانية الأتاتركية. الجزء الآخر هو الجزء الذي استطاع أردوغان على مدى سنين حكمه أن يضمه أو يجتذبه إلى طرفه، والجزء الثالث هو الذي يتبع المعارضات الموجودة في تركيا. لولا هذا الانقلاب لما رأينا يعني هذه الانقسامات، ولكن اليوم في الواقع هذا الانقسام تعزز في الشارع، تعزز بالإهانة لأفراد الجيش من هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي هناك شعور قوي في تركيا بأن لا يوجد هناك جيش مركزي، هناك جيش تابع لأردوغان، هناك جيش قام بالانقلاب على أردوغان، وهناك قسم من الجيش الذي هو تابع للمعارضة التي أعلنت رفضها للانقلاب، ولكن هو رفض تكتيكي ربما مرحلي ليحصلوا على مكاسب. ما حصل من قتل لشرطيين في تركيا الخبر في الواقع هو انعكاس لهذا الانقسام، وربما هذا الانقسام سيكون مضرا، وهو المشكلة الكبيرة لأردوغان المقبلة. ولهذا يؤكد رأينا بأن أردوغان سيلتفت إلى حل أزمته الداخلية بإيجاد طريقة للتفاهم مع العلمانيين وحل انقسام هذا الجيش وتجميعه من جديد، لأن مشكلة الأكراد لا تزال قائمة بل هي مستعرة في تركيا، وبالتالي لكي حتى يفاوض الأكراد لابد من جبهة داخلية متماسكة ليستطيع أن يفرض شروطه عليهم. وإلا فإن الأكراد سيكونون في وضع عسكري أمني أفضل بكثير من وضع الجيش المنقسم على نفسه والتي تمزقه الصراعات الداخلية السياسية والسلطوية. نعم دكتور أيهم، هناك تنامي للإرهاب الداعشي المتطرف في أوروبا بعد فرنسا ألمانيا، عمليات بالسلاح الأبيض من خلال الدهس، تنوعت أساليب الإرهاب. إلى أي حد تشكل تركيا اليوم مصدر قلق لأوروبا على أمنها القومي من خلال احتضانها للتنظيمات الإرهابية ومد الفكر المتطرف في المنطقة؟ تركيا هي البوابة الواسعة للإرهاب المتدفق إلى أوروبا، وما حصل بفرنسا وما يحصل اليوم في ألمانيا وتبني داعش في ذلك الموضوع، فتى أفغاني عمره 17 عاما. بدي أسأل، هذا الشاب عمره 17 عاما في أي مدرسة تعلم؟ فلنعرف أين تعلم أولا كل هؤلاء الإرهابيين لحتى نعرف السبب والمسبب. إذا أوروبا صحيح بدها تنهي الإرهاب، هي عليها التوجه أولا إلى المدرسة الوهابية الكبيرة في العربية السعودية التي تسمى العربية السعودية، وأن توقف هذا التدفق الفكري والممول في أموال طائلة لكي تصنع هذا الإرهاب. واليوم ما حصل في ألمانيا سيتكرر في أماكن أخرى.
حتمية طبيعية لتنامي هذا الإرهاب. الحل يكون هو في ضرب رأس هذا الإرهاب الفكري في السعودية أولا، والمتدفق من تركيا إلى الدول الأوروبية وكل العالم. نعم. طيب دكتور نزيه، رغم تبني داعش للعملية الإرهابية في ألمانيا وأيضا في فرنسا، نسمع تصريحات لمسؤولين في الغرب تبرئ المجرم، يعني نسمع تصريحات تقول بأن منفذ عملية الدهس في مدينة نيس كان مختلا عقليا ولا علاقة له بالإرهاب. لماذا تبرئة المجرم؟ هو في الواقع هروب من الواقع، يعني السياسات الأوروبية عموما أثبتت فشلها الذريع تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا فيما يحصل في سوريا. وحتى الآن الكثير من السياسيين الغربيين يكابرون في الاعتراف بخطأ هذه السياسات، ولكن الوقت يعني لم يبقى هناك متسع من الوقت للمناورة لهؤلاء الساسة الغربيين، لأن حتى الرأي العام الأوروبي بات يعلم علم اليقين بأن المسبب الأساسي، وأنا هنا أوافق مع الدكتور من بيروت 100%، بأن العقيدة الوهابية والفكر الوهابي الذي انتشر وينتشر من المملكة العربية السعودية هو السبب الأساسي القديم الجديد لتفريخ هذه المجاميع الإرهابية وزرع الفتن هنا وهناك. الغرب استخدم هذا الفكر الوهابي لصناعة أدوات له، داعش والنصرة والقاعدة وغيرها، ولكن عندما بدأ الغرب يتفهم أن هذه الأدوات وهذه الحيوانات المفترسة باتت تتجه إليه وإلى مجتمعاته، بدأ الآن ينظر إلى فعلا هذه الجذور الفكرية الوهابية في السعودية. وربما نجد بعد فترة أنه سيزداد الضغط على المملكة العربية السعودية وعلى الدول التي ترعى هذا الفكر الوهابي في العالم. وبالتالي يعني أوروبا في الواقع يعني تغمض عينيها وتحاول أن تقنع نفسها بأنه لا، ليس لديها مشاكل إرهابية، بالرغم من كل الدلائل التي تشير بأنها فقط هي بداية الطريق. إن لم تصنع أوروبا بالتعاون مع كل دول العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، سياسات يعني متزنة وقوية ضد الإرهاب وضد الإرهابي بالدرجة الأولى وضد الدول الداعمة لهذا الإرهاب، وأهم من كل هذا أن تبتعد هي نفسها عن دعم الإرهاب. يعني هذا شيء مضحك، أن تصنع تحالفات كبرى للنضال ضد الإرهاب وتمارس هي من تحت الطاولة دعم هذا الإرهاب. يجب أن تنتهي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من هذه الحالة من الانفصام في الشخصية، وتتسق مع القيم الإنسانية، وتتسق مع ما تعلنه من حبها لقوانين للعدالة وللقيم الإنسانية. وبالتالي يمكن ساعتها أن نجتمع كمجتمع دولي ونجد حلا للإرهاب في العالم. طيب دكتور أيهم، السؤال لك، لمصلحة من يتم تبرئة المجرم الحقيقي وصرف الأنظار عن الإرهاب، وما الخيارات اليوم برأيك أمام أوروبا للتخلص من هذا المستنقع؟ كما بدأنا حديثنا عزيزي، تتم تبرئة المجرم الحقيقي دائما لمصلحة الإمبريالية المتحكمة في العالم. هي كل ما يريدونه هو أن يكون هذا الإرهاب الداعشي السلفي الوهابي، أن يكون هو الفزاعة المحركة والمنمية أكثر وأكثر لليمين المتطرف النازي الفاشي الذي يشبه هتلر، لكي حين يجد نفسه هذا النظام في أزمته، في ذروة أزمته الرأسمالية، تكون الحرب قد نضجت للبدء بها. أكثر من هيك ما فينا بقى نلاقي تحليل، وإلا أنه هن يعني مش عارفين انه السعوديه هي معها صار تركيا، هي من تركيا تتدفق الى كل اوروبا، يعني ذلك جيدا. انما من يحرك ومن يتحكم في مراكز القرار في نيويورك ما بده يشوف، والا كيف نفهم انه اي مظاهره تكون في
وول ستريت تقمع ويدهسون ويقتلون المتظاهرين ولا يعرف جثنا احد في العالم. نعم. كيف نستطيع ان نحلل ذلك؟ هناك مركز القرار ممنوع حدا يقرب عليه. قد ما بدكم تلعبوا في الساحه التركيه والاوروبيه والعربيه ودمروا، انما مركز القرار هو من يتحكم، هو من يدير هذه اللعبه بين الارهاب الداعشي من جهه والفاشيه المطلوب تنميتها اكثر واكثر في الغرب. نعم، اشكرك كل الشكر دكتور ايهم الاحمر المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من بيروت. دكتور نزيه، إلى أي حد اليوم أصبحت حاجة للدول الغربية وخاصة الحكومات التي لطالما تحدثت عن معارضة معتدلة في منطقتنا وتحديدا في سوريا، إلى أي حد اليوم هي بحاجة إلى التنسيق وإلى التعاون مع القوى الحقيقية اليوم في العالم التي تحارب الإرهاب بشكل جدي وعلى رأسها سوريا؟ أنا أعتقد جازما بأن الاتحاد الأوروبي، الغرب عموما، كلما أسرع في اتخاذ قرارات صحيحة جدية صريحة وواضحة لرفض الإرهاب ولقطع الدعم المقدم له من كافة الدول الداعمة في المنطقة وفي العالم، وكلما أسرع في فتح علاقاته مع هذا التحالف الحقيقي ضد الإرهاب المكون من سوريا وروسيا وإيران وحزب الله حتى في المنطقة، هذه هي القوة الحقيقية التي تحارب الإرهاب على الأرض. عندما تسرع أوروبا وأمريكا في اتخاذ هذه القرارات، سنرى عمليا أن المنطقة يمكن أن تخرج إلى الهدوء والاستقرار بشكل سريع وكبير وفعال. وإن لم تفعل ذلك فإن المنطقة ستخسر، ولكنهم سيخسرون أكثر من هذه المنطقة، لأن هذا الإرهاب بشكل سريع سيمتد نحو أوروبا عبر تركيا، لأن كما قلنا سابقا من يقاومه في المنطقة هو الجيش العربي السوري، وهو يقاومه بكفاءة إلى درجة أنه قاب قوسين أو أدنى من دحره من سوريا، وبالتالي هو سيتجه إلى أين؟ إلى تركيا وإلى منابعه، ربما يعود إلى السعودية، ربما يعود إلى سيتشظى الإرهاب ويكون متواجدا لديهم في الدرجة الأولى. أعتقد أن على أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما أن يتعظوا أخيرا وأن يعودوا إلى سياسات متزنة ويفتحوا علاقاتهم مع الدول والحكومات التي تحارب الإرهاب وعلى رأسها الدولة السورية. نعم، أشكرك كل الشكر الدكتور نزيه عودي الباحث السياسي، كنت معي عبر خدمة السكايب من كييف، كما أشكركم أنتم مشاهدين. التغطية انتهت، إلى اللقاء.